كيف تمكن الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس من خديعة الهنود الحمر حتى يعطوه قوتهم بعد أن هددهم بأن يسرق منهم القمر؟ قصة طريفة ولكنها حقيقية تؤكد لنا أن الجهل هو السلاح الأقوى الذي استخدمه الغرباء في محاربة الأوطان. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا، وندعوك أيضا إلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. خلال رحلته الرابعة نحو القارة الأمريكية، مر المستكشف الإيطالي بالعديد من المصاعب، وقد قدم له السكان الأصليون للقارة الأمريكية الطعام في بداية الأمر بطيب خاطر، إلا أنهم ذاقوا ذرعا به بعد أن طال مكوثه هو وطاقمه بينهم. توترت العلاقات بشكل واضح بين الأوروبيين والسكان الأصليين عندما عمد رجال كولومبوس مرات عديدة إلى سرقة ممتلكات السكان الأصليين. وأمام هذه التصرفات السيئة لم تتردد قبائل الأراواك في قطع إمدادات الغذاء عن الضيوف الأوروبيين. عندها وحتى ينقذ رجاله من خطر المجاعة، اعتمد كريستوفر كولومبوس على حيلة ذكية ومخادعة، وكان هدفه من ذلك الحصول على الإمدادات الغذائية. فخلال تلك الفترة كان كولومبوس يمتلك ضمن وثائقه الخاصة رزنامة فلكية أعدها له الفلك الإسباني اليهودي أبراهام زاكوتو، ومن خلال هذه الرزنامة تفطن كولومبوس إلى وجود خسوف كلي للقمر خلال إحدى الليالي القادمة في تلك الفترة. وما كان منه سوى أن هدد قبائل الهنود الحمر بأنه سيسرق منهم القمر إذا لم يمنحوه الطعام والشراب. لم يصدقه الهنود الحمر أول الأمر وسخروا منه كثيرا، إلا أنهم فوجئوا عندما غاب عنهم القمر بالفعل ليسرعوا إليه ويركعوا عنده متوسلين إياه أن يعيد لهم القمر. وطبعا فقد تعهدوا له بتنفيذ جميع أوامره حرفيا. وفي الليلة التالية عاد القمر بدرا مكتملا، ففرح به السكان السذج ورقصوا معتقدين أن قرصان البحر الشهير أعاده لهم. في تلك الحادثة اعتقد الهنود الحمر أنهم ربحوا طقوسهم الاحتفالية بالقمر، ولكنهم للأسف مهدوا لإبادة جماعية بعد ذلك، خسروا فيها أرضهم وبلادهم وأرواحهم. ولكن طبعا ومن الجانب الآخر تمكن كريستوفر كولومبوس من الحصول على الغذاء وإنقاذ طاقمه من خطر المجاعة. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.